تمر اليوم ذكرى وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ، والذي أثر الحياة الثقافية بمؤلفاته العديدة. توج محفوظ بجائزة نوبل ليصبح الأديب العربي الوحيد الذي يحصل عليها، تأكيدا على دوره المهم والمؤثر في عالم الرواية العربية. المزيد في سياق التقرير التالي. أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت. واحد من أهم الأدباء العرب خلال القرن العشرين، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق، إنه نجيب محفوظ التي تحل اليوم ذكرى وفاته. والواقع إن الوظيفة لعبت دور هام جدا في حياتي، كانت بساطة الوظيفة من أسباب توفيقي في الأدب. ولد محفوظ في القاهرة في 11 من ديسمبر من عام 1911، أمضى طفولته في حي الجمالية العريق، فتشكلت شخصيته من عبق مولانا الإمام الحسين ومنطقة الغورية. التحق محفوظ بجامعة القاهرة في عام 1930، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، وشرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب. واقع أني كنت دائما مع المرأة وحقوقها، لأني مع حقوق الإنسان عموما، فلا يمكن أكون مع حقوق الإنسان وأحرم نصف البشرية من هذه الحقوق. بدأ محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثينيات، وكان ينشر قصصه القصيرة في مجلة الرسالة، وبدءا من عام 1945 بدأ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية القاهرة الجديدة، ثم خان الخليلي وزقاق المدق والثلاثية. أهلاً بالبيت، شاب جديد أهو المؤلف الناشئ نجيب محفوظ. كتب محفوظ الرواية الاجتماعية والسياسية والفلسفية، وجسدت أعماله حياة الطبقة المتوسطة، فعبر عن همومها وأحلامها، وأصبح العربي الوحيد الذي استطاع أن يحصل على جائزة نوبل في الآداب في عام 1988. في أكتوبر عام 1995 تعرض لعملية طعن على يد أحد المتطرفين بسبب روايته، ونجا من الحادث. الإرهاب، وين بنطهر البلاد من هذا الشر؟ دي فراعن على الناس والحرية والدين الإسلامي. وفي مثل هذا اليوم من عام 2006 توفي عن عمر ناهز 94 عاما، تاركا وراءه العديد من الأعمال والمؤلفات الثمينة في الأدب العربي.